ناخد تعليق من فضيلة الإمام، يعني خاصة أن الأطفال شكلهم الحقيقة يعني يحرك القلب يعني، ولكن أود من حضرتك تعليق على ما ذكره أحد مديري دور استضافة ورعاية الأطفال الأيتام. يعني هو تكلم بصورة عامة طبعا من غير تفصيل وكذا إلى آخره، بس هو حكاية سن 50، لا هو القانون ما نصش على سن 50 إلا 45 عند الانفصال. نعم. لكن عند الاستضافة لأول مرة لا يكون هناك شخص، لا 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 أدم متزوج يعني في أسرة، ما هو بيقول لك أسرة بديلة. أسرة بديلة يبقى رجل وامرأة، يبقى عايزين الرجل والمرأة دي. حتى بعض الناس مثلا تلاقيهم الرجل والمرأة اتجوزوا فيستضيفوا عندهم طفل، الطفل ده اللي بيقوم برعايته مش هما، اللي بيقوم برعايته امه، او اللي بيقوم برعايته اختها. ليه؟ اصل اختها هي اللي بتحب الاطفال وهي اللي عايزه الاطفال، بس هم مسؤوليتهم هي الاسره البديله، ودي جايه مش ام بديله بقى، كانها خاله بديله او 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 تيتا البديله وكده، وهم مش مهتمين قوي بالطفل ده، انما مكتوب باسمه. صحيح، من المسؤولين قانونيا. اذا لو الست لوحدها راحت وقالت انا عايزه، يقولوا لها لا، اذا كانت اقل من 45 سنه. لو الراجل لوحده راح لا، لكن لو الراجل والست في اي سن وهم متجوزين وعندهم 25 سنة ما خلفوش، قديرهم 4 سنين، فقالوا ناخد طفل بديل أو ناخد طفل نكفله، فخدوا الطفل ففيش مانع. فحكاية بس يعني هو القانون كده. في حد أقصى أفضل الإمام؟ حد أقصى للسن؟ أيضا القدرة على الخدمة، القدرة على الخدمة، بس ما فيش في القانون حد أقصى للسن، لكن فيه في القدرة على الخدمة. شرط القدرة. القدرة على الخدمة دي هي يعني ما تجيليش واحدة عندها 80 سنة وهي محتاجة الخدمة وعايزة تتبنى أو تكفل بمعنى أصح طفل كفالة الرعاية دي، ما ينفعش. وبعد كده منطقة التضامن الاجتماعي دي بتفوت بقى وبتقوله، وده في العالم كله، في أمريكا كده وفي أستراليا كده، في كل العالم هذا الكلام مطبق. ولو وجدوا خللا ما في التربية، ولو وجدوا خللا ما في التقصير في الصحة، في التعليم، في إلى آخره، هم يسحبوا الطفل ويضعوه في أسرة مناسبة تتواءم مع حالة الاقتصادية والرفاهة بتاعت الأسرة الأولى، أكيد علشان الوالد ما يحسش بفارق وكذا إلى آخره. والأسرة البديلة الحقيقة أثبتت نجاحا كبيرا جدا، لأنه المشاعر الإنسانية الفطرية بتشتغل، فتلاقي حتى المثال اللي ضربناه دلوقتي ان الراجل والست ما بيخلفوش، فراحوا يجيبوا طفل يكفلوه، وبعدين الست حملت وخلفت، ما تقدرش تفرط في الولد او البنت المكفول. وغالب النساء، انا اقول 90% واكتر، قلبهم ما يتغيرش، ده ابني وده ابني، فيه بيتغير، ولكن العدد اقل جدا، انها ادم جه حد من عندها قمت تتحيز ليه وتبقى ضد، زي مرات الاب بالظبط. مرات الاب كثير جدا جدا من النساء اولاد الزوج يبقوا اولادها وتعاملهم من قلبها لغايه ما تخلف، خلفت من هنا تبدا قلبها يتغير من هنا.